السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في حد بيسأل ازاي نحط تايم ستامب على الباندا، هعمل سيلكت عليها واقول له اديت فاميلي، وعايزين نبدأ بقى نحط هنا ليبل، ولا هنا عندي ديت اند تايم ستامب. اوكي، ممكن تتحكم في الحجم زي ما انت عايز، ممكن تعمل لها روتيت بالشكل دوت، تقدر تصغر الفونت زي ما انت عايز. هقول له لود ان ذا بروجكت، اوفر رايت، خلاص بقت موجوده اهوت، وثانيه بثانيه، بحيث انك لما تطبع هتيجي معاك اخر ارقام موجوده.